بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نقوم بمشيئة الله بشرح منهاج الرياضيات للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني الباب الرابع. ويا بنات يا حلوين، هيكون درسنا اليوم بعنوان جمع مضاعفات العدد 10 من الأعداد المكونة من رقمين. استخدم مخطط المئة في إجراء عمليات الجمع التالية. مخطط المئة يتراوح من 1 إلى 100 كما هو مبين بالشكل. عاوزين نجمع 45 زائد 30، أي 45 زائد 3 عشرات. هاتي 45 نزود عليه 10 يبقى 55، يبقى زودنا 10 في خانة العشرات. بعديها نزود كمان 10 يبقى 65، من 55 لـ65. زود كمان 10 من 65 إلى 75. 10 زائد 10 زائد 10 يساوي 30، أي 3 عشرات. يبقى 45 زائد 3 عشرات أي 30 بتساوي 75. 70 زائد 10 واحدة، أي بنزود على 70 دي 10 واحدة، يبقى 80. 13، الرقم 13 زائد 10 أي زائد 20، يبقى 13 نزود عليهم 10 ب 23، نزود عليهم 10 من 23 لـ33. 10 و10 بتساوي 20 أي 10، يبقى 13 زائد 20 بتساوي 33. إجراء عمليات الجمع. قواعد الجمع: أولا نبدأ بجمع رقم الأحاد، ثانيا جمع رقم العشرات، ثالثا 0 زائد 0 بتساوي 0، رابعا 1 زائد 0 بتساوي 1، 2 زائد 0 بتساوي 2، 3 زائد 0 بتساوي 3، وهكذا. ده مكان رقم الأحاد وده مكان رقم العشرات. الرقم 80 0 في رقم الأحاد و8 في رقم العشرات. 1 2 3 4 5 6 7 8، أي 8 عشرات، زائد 10 10 0 في رقم الأحاد، في 1 في العشرات، والعشرة بتمثلها وردة واحدة. نجمع الأول الأحاد: 0 زائد 0 بتساوي 0، و8 عشرات و10 واحدة بيساوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، أي 9 عشرات. يبقى 80 زائد 10 بتساوي 90. رقم 47: 7 في الأحاد و4 في العشرات، 4 4 عشرات 40، زائد 40 0 في الأحاد و4 في العشرات، والـ4 عشرات بـ4 وردات. أول حاجة نجمع الأحاد: 7 زائد 0 بتساوي 7، زي 1 زائد 0 بتساوي 1، 4 زائد 4 بتساوي 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى 47 زائد 40 بيساوي 87.
57، 7 في الأحاد، وخمسة في العشرات. 55 5 يبقى 5 وردات، أي 5 عشرات، زائد 20، 0 في الأحاد واتنين في العشرات، والاتنين هنا بتمثل عشرتين، 1 2. يبقى نجمع الأول أحاد، 7 زائد 0 بتساوي 7، 5 زائد 2، 1 2 3 4 5، 6 7. يبقى 57 زائد 20 بتساوي 77. 50 0 في الأحاد، وخمسة في العشرات، وخمس عشرات، 1 2 3 4 5 وردات، زائد 20 0 في الأحاد، واتنين في العشرات، والعشرتين 1 2. يبقى الأول نجمع الأحاد، 0 زائد 0 بتساوي 0، زي ثالثا، 5 زائد 2، 5 عشرات زائد 10 بيساوي 1 2 3 4 5 6 7. يبقى 50 زائد 20 بتساوي 70. 7 في الأحاد، 17، 7 في الرقم 17، 7 في الأحاد، 1 في العشرات، والعشرات بنمثلها بوردة واحدة، زائد 50 0 في الأحاد، وخمسة في العشرات، والخمسة هنا بنمثلها بخمس وردات، يبقى بيساوي. يجمع الأول أحاد، 7 زائد 0 بتساوي 7، زي 1 زائد 0 بتساوي 1، 1 زائد 5، 1 2 3 4 5 6. يبقى 17 زائد 50 بتساوي 67. رقم 34، 4 في الأحاد، وتلاتة في العشرات، وتلات عشرات يعني 3 وردات، زائد 30 0 في الأحاد، وتلاتة في العشرات، وتلات عشرات أي 3 وردات. يبقى نجمع الأول أحاد، 4 زائد 0 بتساوي 4، بعد كده العشرات، 3 زائد 3 أي 3 عشرات، 1 2 3، وتلات عشرات تانية، 1 2 3، يبقى 6 عشرات. يبقى 34 زائد 30 بتساوي 64. وبكده يا بنات يا حلوين انتهينا من الدرس، وإلى اللقاء في درس قادم.